باسم كل المعاقين كله. انا عايز اشوف حقي دلوقتي، انا مش جاي عشان حفله والكلام ده. فين الحفله اللي بتتعمل دي وانا ما خدتش حق؟ يعني ايه ايه لازمته يعني؟ والنبي جاي يقول لي يوم المعاق، يوم المعاق في ايه؟ فين حقه يوم المعاق ده؟ فين حق؟ يقول لي قطاع خاص. فين الكلام اللي رئيس الوزراء قال عليه؟ فين الكلام اللي رئيس الوزراء قال عليه؟ حرام ولا مش حرام؟ جايين النهارده الاول المؤتمر اللي معمول ده، واحنا بنقول احنا مع استقرار البلد، بس استقرار بلدنا كلنا بالنسبه للمعاقين ايه؟ فينا نسبه كبيره من اللي موجودين هنا دلوقتي اتقدمنا بدل المره 2 و3 و10 للمحافظه عندنا هنا في المنوفيه بلا جدوى بالنسبه لدرجات التعيين. انا اجي احتفل ليه؟ اجي احتفل وانا مظلوم؟ ينفع؟ ينفع حد يروح يحتفل وهو متاخد حقه؟ انا اروح اقف عند المحافظه وما يتنفذليش اي طلب، رحت 3 نوبات و4 نوبات. مدير الامن يتشكل معانا ويضربنا هناك اخر نوبه. وعدتونا بدل المره 2 و10 ان في درجات تعيين جايه. المنوفية المحافظة الوحيدة اللي عملت قاعدة بيانات موجودة في التنظيم والإدارة، عملت قاعدة بيانات موجودة في المجلس القومي، عملت قاعدة بيانات موجودة في المحافظة. طب إيه الإعاقة اللي بتقابل الحاجة دي عشان ما تنزلوناش درجاتنا اللي هي إحنا بنطالب بيها؟ قولوا لنا، قولوا لنا، هل كلامكم معانا مسكنات؟ هل كل الحاجات اللي بتتعمل كلها قعدنا معاهم بدل المره 1000 في المحافظ؟ قعدتوا مع المحافظ يعني؟ قعدتوا مع المحافظ يا فندم؟ قعدتوا مع ما فيش حاجه تنفذ.